فكرة ديب إجا من نص قصير من باسل غندور، وأنا حكيت مع باسل وحولنا النص لفيلم روائي طويل. نزلنا على أهل البادية عشان ندرس التاريخ والتراث أهل المنطقة، وبعد ذلك يعني تورنا مع بعض لمدة سنة عشان نوصل آخر نص اللي هو في اللهجة البدوية. هو كان يعني كثير مهم إنه الفيلم يكون واقعي، فيلم في 1916 في البادية وقت الثورة العربية الكبرى في مناطق وادي رام وجوف وطابوق. فكان كثير مهم إنه نلاقي الممثلين اللي عارفين تراثهم وتاريخهم. فإحنا استخدمنا أهل المنطقة، سوينا ورشات تمثيل خلال 8 أشهر عشان ندرب أهل البادية يكونوا نجوم. الترشيح الأوسكار إحنا وصلنا الأخبار ويعني جمعنا مع بعض مع فريق التصوير وأهلي وحضرنا الأخبار مباشر على التلفزيون. طبعا يعني الكل فرحانين، وإن شاء الله يعني خلال هاي الأسبوع كمان راح ننزل على البادية على وادي رام عشان نحضر حفلة مع أهل المنطقة مع فريق التصوير والممثلين من البادية. ما توقعنا إنه الفيلم راح يوصل هاي المرحلة، بس يعني بدينا الفيلم مع دعم بسيط وفريق صغير، بس الحمد لله يعني جزفنا مع بعض وغمرنا مع بعض وصلنا لحياة يعني نجحنا مع بعض.